قناة شباب نتني، والسلام عليكم. في أول رد فعل له على قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بعد توقيفه 6 شهور بسبب سوء قيادته لمباراة نهائي دوري أبطال إفريقيا بين الترجي التونسي والوداد الرياضي، أعرب جهاد جريشة الحكم الدولي المصري عن ذهوله من القرار، مؤكدا أن العقوبة جاءت بالأمر المباشر. وقال جريشة لموقع في الجول المصري: إنه مذهول من هذا القرار، لجنة الحكام الإفريقية بكامل أعضائها هنأوني على أدائي بعد المباراة، لقد حصلت على تقييم جيد من لجنة الحكام بلغ 9.2. وأضاف الحكم الذي يشارك حاليا في تحكيم مباريات كأس العالم تحت 20 عاما ببولندا معي على الهاتف رسائل أعضاء اللجنة وهم يباركون لي على مستواي في اللقاء. وواصل جريشة بالقول: لجنة الحكام أخذت أوامر بإيقافي ونفذتها، ذلك لأن الشخص النظيف مثلي لا ظهر له ليحميه. وقال الحكم الذي كان مقررا أن يدير مباريات بأمم إفريقيا الشهر المقبل: ما حدث معي هو الحرام بعينه، لا تهمني البطولات، لكن ما يهمني أن شخص شريف أشاد الكل بأدائه في المباراة يحدث معه ذلك. واختتم جريشة تصريحاته بالقول: خاطب المسؤولين المصريين عن الكرة لرفع الظلم عني، القرار جاء بشكل فردي لإرضاء طرف معين. عزيزي المتابع، إذا كنت أول مرة تشاهد القناة فندعوك للاشتراك عبر الضغط على الزر الأحمر تحت الفيديو للتوصل بالخبر فور وقوعه.